متواصلين معكم من جديد مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل في كل مكان، على بركة الله وحفظه وتوفيقه انطلاق شوطنا الرابع في مجموعة الأشواط الصباحية وشوطنا الرابع الذي يسير أمام حضراتكم، يحمل فئة الجعدان اللقاية المهجنات لتنطلق هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة في هذا الصباح الجميل. نتابع معكم المراكز الأولى، نتابع الصدارة والبداية، والمركز الأول والوال يتقدم بالمركز الأول لمحمد بن علي بن هزيم المسافري، يقدم لنا والوال على الصدارة والبداية. المركز الثاني ضاري لعتيج بن علي بن هزيم المسافري، من يقدم لنا ضاري على ثاني المراكز، بينما ننتقل إلى المركز الثالث الوصول من صوغان لعيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري حاضرا شعاره بالمركز الثالث مع صوغان. المركز الرابع، المركز الرابع المتحد لمبارك بن سعيد بن خلفان بن حضيرم حاضرا بالمركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس، المركز الخامس الواعي سالم بن سعيد الخاصوني الاجتبي يتقدم بالمركز الخامس، يقدم لنا الواعي في المركز الخامس. والمركز السادس هذا هو النجم ويحمل أيضا هذا الشعار المميز وهذا الشعار الجميل، شعار ممثل السوان الدايم سالم بن جاسم بن خليفة المسافري حاضر هذا الشعار الجميل. وتابع أيضا الوصول من الفاتن لراشد بن علي بن رشيد الكتبي، يقدم لنا الفاتن أيضا في بداية هذا المسار في المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن صايب لعيسى بن فارس بن محمد بن حسين الخاطري قادم، الشعار العنابي هنا مع صايب على المركز الثامن. المركز التاسع يتقدم منيف لعبيد بن علي بن هلال الخاطري، والمركز العاشر هذا هو والوال ناصر بن سعيد بن محمد الخاطري، يقدم لنا والوال في عاشر المراكز. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام انتهينا من نداؤنا الأول، جولتنا الأولى بين هذه الشعارات والأسماء الحاضرة المنطلقة والباحثة عن هذا الناموس المنتظر، العودة إلى الصدارة، العودة إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى المقدمة، وإلى والوال الذي لا زال مسيطر على المركز الأول. والوال محمد بن علي بن هزيم المسافري، بينما ضاري في ثاني المراكز العتيج بن علي بن هزيم المسافري، سيطرة ثنائية مع شعار بن هزيم. من الجانب الآخر من بدأ يتحرك صوغان لعيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري، غير إلى المركز الأول، يقدم لنا صوغان. من الجانب الأيمن يتقدم شعار بن حضيرم الحاضر مع المتحد مبارك بن سعيد بن خلفان بن حضيرم الاكتبي. وتابع المركز الخامس، المركز الخامس وصل الفاتن راشد بن علي بن عبيد بن رشيد، يقدم لنا الفاتن على المركز الخامس. المركز السادس القادم والواصل، الواصل في هذه اللحظات نجم لحمد بن سالم بن جاسم بن خليفة المسافري، يقدم لنا انطلاقة نجم، والوصول أيضا من الواعي سالم بن سعيد الخاصوني الاكتبي، يقدم لنا الواعي مع بداية هذا الانطلاق الجميل والاندفاع الرائع. الثمانية المراكز الأولى المتقدمة، نتابع من جديد بداية هذا الشوط، بداية هذا المسار، بداية هذا الانطلاق. نحن الآن نصل إلى لائحة 1500 كيلو ونصف الكيلو، ما بقى عن خط النهاية، ما بقى عن الفوز، ما بقى عن الانتصار، ولا زالت الأسماء، لا زالت الشعارات تتنافس، تتنافس لأجل المركز الأول، تتنافس من أجل الناموس المنتظر.
الاخر لا زال صوغان على المركز الاول لعيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري. المنصوري انت في دائره النصر يا المنصوري. المركز الثاني المتحد مبارك بن سعيد بن خلفان بن حضيرم. والمركز الثالث الفاتن راشد بن علي بن رشيد. المركز الرابع يتقدم هنا نجم لحمد بن سالم بن كاسب المسافري قادم بالمركز الرابع. المركز الخامس ضاري لعتيج بن علي بن زم المسافري. ومن الجانب الاخر يتقدم يسير شعر الخاصوني ليقدم لنا الواعي سالم بن سعيد الخاصوني الاكتبي. الله 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 ال 800 متر الاخيره ما بقى عن خط النهاية. وين بيغادر السلام؟ وين بيغادر الناموس؟ وين لا زال بالمركز الأول صوغان لعيسى بن راشد المطيوعي. المنصوري يتقدم بالمركز الأول يقدم لنا صوغان. من الجانب الآخر الفاتن راشد بن علي بن رشيد. الله 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 وبدت الإثارة الله يا سلام يا سلام يا سلام. الأمتار الأخيرة صوغان عاد إلى المركز الأول لعيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري. ومن الجانب الآخر يتقدم الفاتن راشد بن علي بن رشيد بن رشيد الاكتبي والمطيوعي المنصوري. اللحظات الأخيرة صوغان والفاتن وصوغان. يا لها من إثارة يا لها من تحديات. الفاتن صوغان الفاتن وصوغان دخول جماعي بين الشعارين. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء كان هناك المتحد لمبارك بن سعيد بن خلفان بن حضير الكتبي. المركز الرابع كان هناك ضاري لعتيج بن علي بن هزم سافري. والمركز الخامس نجم لحمد بن سالم بن كاسب بن خليفة المسافري. هكذا كانت النتيجة. إذا كانت المنافسة قوية مشاهدين الأعزاء. ودخول أيضا كان جماعيا بين شعار برشيد وبين شعار عيسى بن راشد بن محمد المطوعي المنصوري. لحظات ونعطيكم الفائز معنا بالمركز الأول. دخول جماعي إذا بين الشعارين. تهانينا والناموس لهم جميعا. تهانينا لعيسى بن راشد بن المطوعي المنصوري وتهانينا لراشد بن علي بن رشيد على الفوز والانتصار. تهانينا للجميع.